اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رضي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها حتى قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني زعفا فقلت له ويزك بالله يا أخت من الزعف فقال يا فاطمة اهديني بالقصاء اليماني فغتيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالقصاء فغتيت به وسدت انظر إليه فإذا وجهه تلا لا نولا طعنا فقد في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على قالت فاطمة سلام عليها فمن قادت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد حقل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قنت عيني وسمدت أفواتي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائعة طيبة كأنها رائعة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكسراء فأقبل الحسن نعم الكسراء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا رسول الله تعزمني أن أدخل معك تحت هذا الكسراء فقال لهنا قد زدت لك فلا أقبل الحسن عليه السلام ومعه تحت الكسراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها وما قالت إلا سعد وعزام ولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت أقوالي فقال يا أمه إني أشم عندك رائعة طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائما تحت هذا الكساء فأتانا الحسين عليه السلام نعم الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله رازن لأن أكون معكم تحت هذا الكسر فقال له نعم قد زدت لك يا حسين فدخل معه الحسين تحت الكسر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالت فاطمة عليه السلام وما قالت إلا ساعة الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة رقيقة لأمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام ونعم الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله تعزمني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد زدت لك فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على قال فاطمة سلام عليه ثم أخذ نعم الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله حتى أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد زدت لك ودخلت معهم تحت الكساء. قال فاطمة سلام فلما اقتمن جميع ذات القصة قال العلم يا ملائكتي والسلطان السماوات بعزة
سكيم الجزالي إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدعية ولا قمر منير ولا شمس مسيئة ولا فلك يدور ولا كان يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسرى. فقال جبريل عليه السلام يا أمي من قاتل الكسرى؟ قال الأقوال معلومات النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها. فقال قال جبريل يا رب اتعزت لي ان احبط الا الانزل يكون معهم سادسا. فقال الله تعالى انا قد نسيت لك قد اقامت الحين جبريل واقلنا بالقصه. وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله ان الله عز وجل يقرئك السلام ويقصك بالتحيه والاكرام ويقول لك الله السميع وجلالي إني ما خلق السماء مبنية والأرض مدعية ولا قمر منير ولا شمس مسيئة ولا فلك يدور ولا بعض يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أزلني أن أقرأ معكم تحت هذا الخسار. فهل تعزلني أنت يا رسول الله أن أقرأ معكم؟ فقال قد أسيت لك قد أقرأ جبريل معهم تحت الكسار. وقال لهم ان الله عز وجل قد اوحى اليكم يقول انما يرسل الله ليحجب عنكم رجس اهل الخير ويطهركم تطهيرا. قال علي عليه السلام يا رسول الله يقبلني على جلوسنا هذا تعطي الكسرى من الفجع عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واستقام برساله نجيا ما ذكر قبلنا هذا بمحافل بمحافل على الارض وفي جمع من شيعتنا ومحبين الا ونزلت عليهم الرحمه وحفظهم الملائكة واستغفرت إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام يا رب الله كنا وسعدنا وكذلك شيعتنا قاسم وسعدوا برب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا بمعامل المعامل على الارض وفي جمع من شيعتنا وفي معلوم الا وفتك لهم ولا رحم ولا مغموم الا وكشف ولا غم ولا طالب حاجه الا وقدت حاجه. فقال لي تولى حسنا وسعدنا وكذلك شيعتنا قاسوا وسعدوا في الدنيا والاخره. اللهم صل على محمد محمد. اللهم صل على محمد محمد. اللهم صل على محمد محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسن وانت قديم يا السواد وبحق الائمه التسعه الطاهرين من ذريه الحسين عليهم السلام. اللهم